بعد كل ما قمنا به في المواقع، كونت على الأرجح حدس واضح عن ماهية الضغط. دعونا نفكر في ذلك، ماذا يعني هذا حقا، وذلك خلال الغاز في الحجم. اتذكر ما هو الفرق بين الغاز والسائل، كلاهما موائع ويتخذان شكل الوعاء، لكن الغاز قابل للانضغاط بينما سائل غير قابل للانضغاط. لنبدأ بالتركيز على الغازات. لنفرض لدينا وعاء، لنرسم مكعب. هذا هو الوعاء، هذا هو الوعاء، ويوجد غاز داخله. مما مصنوع الغاز؟ هو يتألف من كمية من جزيئات الغاز. سأرسم كل جزيء مع نقطة صغيرة. سيكون لدينا العديد من الجزيئات، بالطبع هناك الكثير منها، أكثر مما رسمت. هذا مثال فقط، وإنها تتحرك في جميع الاتجاهات بشكل عشوائي. هذا يسير بسرعة كبيرة في ذلك الاتجاه، وربما أبطأ ويذهب في هذا الاتجاه، وكلاهما لديها متجهات سرعة خاصة بها، ودائما تصطدم مع بعضها وتصطدم بجوانب الوعاء، وبعد ذلك ترتد وتتغير سرعتها. بشكل عام في هذه المرحلة من الفيزياء، ونحن نفترض أن هذا الغاز مثالي، وهذا يعني أن جميع هذه الاصطدامات لا تحدث ضياع للطاقة. يجب أن تكون جميع التصادمات مرنة بين مختلف الجزيئات، لذا لا يوجد ضياع للطاقة. تذكر هذا، وكل شيء سنراه في المدرسة الثانوية سيتم التعامل به مع الغاز المثالي. الآن لنفكر ماذا يعني الضغط في هذا السياق. عندما نفكر في الضغط سنعتقد أن شيئا ما يضغط على منطقة معينة. إذا كنا نتحدث عن الضغط هنا، لنختار سطح مناسب، لنأخذ هذا الجانب، لنختار هذا السطح من الوعاء، أين سيتولد الضغط على هذا السطح؟ حسناً، سينتج ملايين ومليارات من الصدمات الصغيرة. لنرسم مشهد جانبي. إذا كان هذا شكل الجانب من الوعاء، كل ثانية دائماً هذه الجزيئات الصغيرة من الغاز تتحرك في جميع الاتجاهات، وإذا اخترنا فترة زمنية عشوائية ستبدو نفس الشيء. نبحث عن جزء قليل من الزمن. خلال هذه الفترة من الزمن، هذا الجزيء قد ينتهي هنا، وقد يصطدم هذا الجزيء به هنا، وهذا الجزيء قد يتغير ويسير هكذا وهكذا، واحد وهذا الجزيء هكذا. ماذا يحدث في أي لحظة؟ بما أنه هناك الكثير من الجزيئات، بحيث يكون هناك دائما بعض الجزيئات تصطدم بجانب الوعاء، وعندما تصطدم سيتغير الزخم لها أو الطاقة، والقوة هي تغير في الزخم على التغير في الزمن. ما أقصده هو خلال التغير في الزمن سيكون هناك الكثير من الجزيئات يتغير الزخم لها عند جانب الوعاء. وهذا سيولد قوة. إذا أردنا معرفة كمية الجزيئات، لأنه صعب متابعة كل جزيء على حدة بالعين المجردة، عندما نتابع الجزيء الفردي في الوعاء
عندما نتعامل مع الغازات وبأعداد كبيرة، صعب أن تتتبع أي جزيء فردي إلا إذا كان لديك كمبيوتر متطور. يمكن القول متوسط التغير يحدث عند جدار الوعاء في فترة من الزمن. إذن القوة المبذولة عند جدار الوعاء أو هذا السطح، إذا كنا نعلم ما هي القوة وكنا نعلم مساحة الجدار، يمكننا إيجاد الضغط. إذن الضغط يساوي القوة مقسومة على المساحة. بماذا يساعدنا هذا؟ حسناً، أريد أن أعطيك بعض الفكرة أولا، والآن سأعطيك الصيغة التي يجب أن تعرفها في الديناميكا. وعندما سنصل إلى الفيديوهات القادمة سأثبت لك لماذا هذه الصيغة جيدة، وسوف تعطيك فكرة أكثر. الآن تعرف ماذا يعني الضغط في سياق الغاز في الوعاء، وسأعطيك الصيغة الآن. أتمنى مع نهاية هذا الفيديو سيتكون عندك بعض الفكرة. بشكل عام، إذا كان لدينا غاز مثالي في وعاء، الضغط المبذول على الغاز أو عند جدار الوعاء أو حتى عند أي نقطة في الغاز، لأنها ستكون متجانسة مع بعضها أو متوزعة بشكل موحد، وسنتحدث عن الإنتروبي في الفيديوهات القادمة. لكن الضغط في الوعاء وعلى السطح ضرب حجم الوعاء سيساوي ثابت معين، أوكي. وسنرى في الفيديوهات المستقبلية أن هذا الثابت هو متناسب مع متوسط الطاقة الحركية للجزيئات المتحركة في أنحاء الوعاء، وهذا يجب أن يكون منطقي. إذا كانت الجزيئات تتحرك بشكل أسرع قليلا، ستكون هناك طاقة حركية أكبر، وسيتغير الزخم على جوانب السطح، وسيكون هناك ضغط أكبر. لنرى إذا كان بإمكاننا تكوين فكرة أكبر عن لماذا الضغط ضرب الحجم هو ثابت. لنأخذ مثال، سنستخدم لون آخر. لنفرض أن لدينا وعاء وفيه الكثير من جزيئات الغاز. لدينا وعاء وفيه الكثير من جزيئات الغاز. هذه هي الجزيئات، وكما أظهرت لك من قبل أن أمحو الشاشة، إنها ترتد على الجانبين بمعدل معين هكذا. كل واحدة من الجزيئات لها طاقة حركية مختلفة، تتغير دائما لأنها تنقل الزخم لبعضها البعض مرة أخرى، لكن في المتوسط إنهم جميعا لديهم الطاقة الحركية، وتستمر تصطدم في جدار الوعاء والذي يحدد الضغط. ماذا يحدث لو كان بإمكاني عصر الوعاء؟ إذا كان بإمكاني تقليص حجم الوعاء، هنا أخذت نفس الوعاء وبه نفس عدد الجزيئات، لكن ضغطته، جعلت حجمه أصغر، ماذا سيحدث؟ لدينا نفس عدد الجزيئات وهنا ونفس الطاقة الحركية، وفي المتوسط تتحرك بنفس السرعة. الآن ماذا سيحدث؟ ستضرب الجدران بشكل أكبر، ونفس الشيء عندما هذه الجزيئات تضرب هنا، ستضرب هنا أيضا وبشكل أكبر. ستضرب الجوانب بشكل أكبر، وسيتغير الزخم بشكل أكبر. كل جزيء سيبذل قوة أكبر.
لأنها ستصطدم بشكل أكبر في فترة زمنية معينة، والسطوح نفسها أصغر، ستكون هناك قوة أكبر على السطح، وفي السطح سيكون الضغط أكبر. أتمنى أنك كونت فكرة حول هذا. هنا إذا كان لديك كمية معينة وإذا قمت بتقليص الحجم بشكل آخر، إذا كان لدي بالون، ما الذي ينفخ البالون بسبب ضغط الهواء الداخلي من الهيليوم أو زفيرك الذي تملأ به البالون؟ وكلما حاولت الضغط على البالون، إذا ضغطته في كل الجوانب سيكون أكثر صعوبة، لأن الضغط الداخلي للبالون يزداد. كلما قللت الحجم، إذا قل الحجم الضغط يزداد، وهذا منطقي. عندما تضربهم ببعضهم البعض النتيجة هي ثابت. ولنأخذ نفس المثال مرة أخرى، ماذا يحدث إذا جعلت الحجم أكبر؟ لنفرض أن لدينا وعاء كبير كهذا، وكان يجب أن يكون متناسب أكثر، لكن وصلتك الفكرة. ولدينا نفس عدد الجزيئات، وإذا كان لدينا جزيئات هنا في وقت معين ستصطدم بجدران الوعاء مرتين أو أيا كان. الآن في هذه الحالة مع جدران أكبر ستصطدم بمعدل أقل، وسوف تسير هنا وربما لا تصل إلى كل الجدران، ستصطدم بالجدران بشكل أقل. في هذه الحالة عندما الحجم يكون أكبر، الضغط في الوعاء سيقل. أتمنى أنها وصلتك الفكرة، ولا تنسى هذا الضغط في الحجم هو ثابت دائما، وسوف نستخدم هذا لحل بعض المسائل، وهو ما سأقوم به في الفيديو التالي. لقد نفذ الوقت، أراكم قريبا، إلى اللقاء.